السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لماذا تقاد السيارة؟ هل بتحريكها أم بقيادة أوراقها ونقل ملكيتها؟ تقبل السيارة بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، وكذلك بقية السلع قبضها بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري. قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبقى حتى ينقلها أو حتى يحوزها التجار، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا واضح صريح. فقبض السيارة بحوزها في مكان المشتري. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.